عرف نفسك. انا وائل اخو الشهيد كريم احمد جميل. شهيد يوم 28 يناير جمعة الغضب. احنا من يوم 25 في التحرير هنا، عملنا الثورة، غيرنا النظام، شلنا النظام. لكن من ساعة ال 28 مفيش جديد، ما عملناش جديد. عندنا اواضي بتاعتنا لسه ما اتحلتش للنائب العام. عندنا تقرير الطب الشرعي لسه ما خلصش. كل التباطؤ ده ليه؟ عملنا كتير حاجات حلوه، غيرنا في كتير حاجات، البلد كلها اتغيرت كتير، بس لسه مش حاسين بتحسن. الحاكم العسكري الدكتور عصام شرف، احنا اللي عملنا الثوره وحطيناه مكانه. الدكتور شرف ده موجود عشان احنا طلبناه ويقعد مكانه، غير كده ما كانش اتحط. يبقى طالما اتحط لازم يحط مطالب الشعب. مطالب الشعب دي هي مطالب الشهداء. الشهداء دول ليهم مطلب واحد، هو القصاص، المحاكمه العادله. عندنا الضباط لغايه دلوقتي موجودين في الاقسام، بيعملوا ايه في الاقسام؟ بيراحوا في البيت، بيناموا، بيسافروا، بيصيفوا. طب واحنا اهالينا ذنبهم ايه؟ والدتي تبقى قاعده في البيت بتعيط تقول لي تفتكر ابنها، ابقى انا قاعد في الشغل مش عارف اشتغل. ايه اللي حصل يعني؟ مش عارفين يحاكموا حبه الضباط، حبه وزير؟ لو في اي دوله في العالم كانت حاكم. احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده. احنا من يوم 28 قاعدين في التحرير ومش هنمشي غير ما ناخد حقنا. الشهداء كلها مطلبة واحد، القصاص، الطب الشرعي، النائب العام. عملنا رحنا اي مكان، رحنا النائب العام، رحنا لمجلس الوزراء، رحنا للحاكم العسكري، ما عملش اي حاجه معانا. الضباط لغايه دلوقتي بيجوا لنا البيوت يعرضوا علينا مبالغ، بيهددونا، موجودين لغايه دلوقتي في البلد كلها. عارف اسماء مين اللي بيجيلك؟ عارفينهم، هم اربعه. يعني انا مثلا، انا اسمي وائل، ماسك رابطه شهداء دار السلام والمعادي والسيده زينب. عارفين الضباط كلهم، عارف كام شهيد عندي في المنطقه، عارفهم بالعدد، عارف ظروفهم ايه. شهداء دار السلام معروفين، الاربع ضباط اللي قتلوا 32 شهيد معروفين. احمد شرف، احمد شرف، اسماعيل موافي، احمد حسن، عمرو الشيمي، الاربعه دول لغايه دلوقتي موجودين. موجودين بيعملوا ايه؟ لو هم ما قتلوش اخواتنا ماشي، حاكمهم هاتهم واحبسهم، ما قتلوش ولادنا يمشوا خلاص، افرج عنه. احنا عايزين محاكمه عادله، لكن ما تخلوهمش قاعدين في البيوت يصرفوا، ياكلوا، يناموا، يصيفوا، واحنا قاعدين في الشوارع. هم مش احسن مننا، احنا كلنا متعلمين، ولاد ناس. اللي بيكلمك ده كمبيوتر ساينس، اربع سنين يعني جامعي. اهل الشهداء كلهم ناس محترمه مش وحشين. احنا قاعدين، عملنا اعتصام من يوم 8، من يوم الجمعه اللي فاتت قدام مزبيرو، ما حدش كلمنا، ولا حاكم العسكري، ولا عصام شرف، ولا اي جهه مسؤوله، حتى الاعلام. الاعلام بتاع لغايه دلوقتي لسه لغايه دلوقتي في اعلام فاسد في البلد. اعلام فاسد 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 لغايه دلوقتي. احنا موجودين هناك، ما حدش كلمنا خالص. فاضيين الاعتصام، فاضيين الاعتصام بسبب ان البلطجيه اللي طلعوا علينا هناك. احنا معانا ستات واهل شهداء، واحنا ناس محترمين. عارفين، معانا ناس من الثوره، معانا ناس من حركه 6 ابريل، معانا ناس من التحرير واقفين معانا ومسندنا، و 85 مليون مسندنا، الا الشرذمه الصغيره دول اللي هم البلطجيه وتبع نعم لمبارك والحزب الوطني، الله يولعهم بجاز. موجودين لغايه دلوقتي. عايز تقول حاجه ثاني؟ شكرا.